عندك وفد الشركه بقى المهندس خالد عبد القادر وكابتن امير توفيق ومعاهم كمان مدير الكره كابتن خالد بيبو الى دبي لحسم صفقه الملابس. طالعين عشان يختاروا المره دي وهيختار بشكل جديد. جديد؟ طبعا. يعني احنا طموحاتنا انك ما بتاخدش من المخزون. انك تبتدي بقى تتعامل بديزاين مختلف. بميزان تاني. ايه اللي يتعمل لك يعني؟ فارجو ان ربنا يوفقهم في الخطوه دي ويرجعوا لنا بصفقه افضل من اللي فاتت وتحسسنا فعلا ان بالشريك العالمي اللي احنا مشاركينه. واظن ان هم يعني قريبين من الحكايه دي. قريبين من باذن الله ابرام حاجه لان دارسين ورايحين وطبعا بيبقى قبل اي عمليه في مفاوضات مبدئيه مش طالع تبتدي من الصفر يعني. ما فيش يعني رفض للفكره، بالعكس في قناعه ان لا فعلا ممكن نتكلم في حاجه زي كده. نتمنى ان يرجعوا لنا بحاجه شيك عشان جمهورك بيحب يتعايق بلبس الاهلي. ده صحيح. على ذكر اللعيبه